أعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج نبض الروح وكنا ابتدينا مع الاسيس عصام دراسه في سفر في اعمال الرسل وقلنا ان احنا عايزين نشوف نبض الروح القدس في هذا السفر اللي بيكلمنا عن بدايات الكنيسه اسيس عصام الحقيقه بشكر ربنا جدا من اجل البرنامج ده انه فعلا حسن برنامج يعني ربنا بعته في وقته نحن نبتدي نتكلم ونعيش حياة الملء بالروح القدس النهاردة عايزين نكمل في إصحاح ثلاثة م -م. في المعجزة بتاعة شفاء الأعرج اللي من مولود من بطن أمه أعرج عند باب الهيكل الجميل. الذي يقال له الجميل م -م. تفضل في الإصحاح الثالث بداية بيقولوا وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة تسعة بتزيد ستة يعني ثلاثة بعد الظهر رايحين على الهيكل وكان رجل اعرج من بطن امه يحمل وليتر اون نعرف انه له 40 سنه اكثر من 40 سنه وهو يحمل من بطن امه ويوضع عند باب الهيكل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل, الجميل. باب الهيكل هذا الباب اللي بين ساحة الأمم وبين ساحة النساء في الهيكل في ساحات مختلفه حوالين الهيكل فبين ساحه الامه وبين ساحه النساء في هذا الهيكل هذا الباب هذا الباب وهذا الباب تصميمه تصميم كورنثي يعني تصميم يوناني كان موجود وكان هذا الباب معمول من الذهب ومرصع بالفضه ويقال من جمال هذا الباب انه لو لو انعمل الباب كله من الذهب كان ارخص من اللي عملوه والتصميم اللي عملوه لما رصعوه بعد ما عملوه رصعوه كله بال بالفضه، فكان باب رائع، باب جميل جمال في التصميم، جمال في الالوان، جمال في في النقش، في كل شيء هذا الباب يعتبر باب جميل، لكن مع جمال هذا الباب في قباحه الجنس البشري الكريبلد يعني معاق الجنس أعرج. اعرج واحنا في طبيعتنا عرج. مم. كل انسان في طبيعه ذاته اعرج، احنا بدون الله ما نسواش اي شيء، الرب يسوع قال بدوني لا تقدرون, لا تقدرون ان تفعلوا شيئا ابدا. مم. فموجود في الهيكل وعند باب الهيكل ولكنه ما زال اعرج. وياما في ناس تحضر الكنايس، وتحضر الاجتماعات، لكن في داخلها في عرج روحي. وفي سفر الملوك الاول ايليا بيقول لانبياء البعل ان كان الله هو الله فاعبدوه لكن ان كان البعل فاعبدوه الى متى تتعرجون بين الفرقتين ففي عرج العرج معناته روح الله مفقود انا محتاج لروح الله لانه هو يعطيني الاستقامه الروحية. فهذا الشخص أعرج قاعد عند باب الجميل أكثر من أربعين سنة شاف بطرس ويوحنا داخلين فسأل ف هي قال ليسال صدقه وعدد ثلاثه بيقول فهذا لما راى بطرس ويوحنا مزمعين ان الهيكل سال لياخذ صدقه فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر الينا هل انا بدي اسال هو بطرس غني؟ صياد سمك يوحنا غني؟ نفس الشيء يعني شباب اثنين لكن فقراء جدا يعني معدمي الحال ما مع عندهم شيء وواحد <applause> اعرج وعند باب الهيكل بتوقع انه ياخذ شيء من من بطرس ويوحنا فتفرس بطرس تفرس فيه يعني تمعن فيه واؤمن انه لما بطرس طلع في عيون هذا الاعرج نظر الى الى الى, إلى داخله واكتشف انه في داخله روح الله تكلم مع بطرس وقال له كشف له اللي في داخل هذا الانسان فشوف شو بقول له هون فلاحظهما منتظرا ان ياخذ منهما شيئا هذا اسمه غباء ما احترام لهذا الشخص بس هذا اسمه غباء يعني بطرس بقوله اطلع علينا ركز اطمعن فينا فهو بطلع بقول يمكن يرموا فلس يمكن يعطوني شيء يمكن لسه تفكيره منحصر في الامور الماديه اللي هو شايفها يعني شو بتتوقع من انسان قاعد عند باب الهيكل وبعيد عن الله وقاعد من بطن امه يحمل يمكن من ساعه ما اتولد مامته كانت بتروح تجي حطه عند الهيكل يمكن تامل في الشفاء او حاجه زي المفلوج اللي كان عند بركه بيت حزده 38 سنه ومستني انسان حتى لما الرب يسوع راح له وقال له اتريد ان تبرا ماشي قول يا رب اه قال له ليس لي انسان يلقيني في البركه ما تتحرك الماء يعني حتى ورب يسوع قدامه مستني يشفى او التوقعات الطبيعيه بتاعته هي اللي مسيطره عليه كثير من بقى عايزين نتعامل مع ربنا يتعامل معانا بطريقتنا احنا بمفهومنا احنا بالحاجات اللي احنا متوقعه يعني زي ما انت قلت حضرتك ملاحظا فلاحظهما منتظرا ان, أن يأخذ, يأخذ من منهما, شيئاً. شيئا يعني شو بتتوقع من شخص عادي شو بده يعطيك طب انت لك 40 سنه قاعد بلاش 40 سنه خلينا نقول على 30 سنه وانت قاعد من باب الهيكل. انت قاعد عند باب الهيكل اكيد اخذت صدقات كثير وعم تستغل الناس اللي دخلت تصلي. وحياتك ما تغيرتش. لا لسه اعرج أكيد. ولسه كل يوم في نفس وحيفضل المشكلة وحيفضل اعرج يعني حتى نهايه ايامه. لولا تدخل بطرس ويوحنا في حياته، لولا تدخل الرب في حياتي وحياتك، كان كنا اشقى جميع الناس، كان كنا زي زي هذا الشخص الاعرج اللي عند باب الهيكل، لولا محبه الرب، لولا افتقاد الرب لك في هذه الايام، لبقيت انت شخص اعرج. عند باب الهيكل قريب من الهيكل قريب من حضور الله قريب من التعليم قريب من الشركة قريب من كسر الخبز قريب من الصلوات لكن بنفس الوقت بعيد كل البعد عن الله فشوف شو بقول بطرس هون فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطي الشيء اللي عندي بيعدي الشيء اللي عندي بيادي أنا عندي ملء الروح القدس يعني المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة لأنه لما أنا بعاشر ناس أخلاقهم وحشة. وحشة أنا نفسي بتصير ليه لأنه في شيء اسمه تناقل أرواح فالروح اللي عنده بتصير عندي فهون بطرس شو بقول له الذي لي اياه اعطيك شو اللي ليك يا بطرس طب انا عارفك وضعك يعني مش بزياده يعني صياد سمك يعني فالايام هاي يعني الانكم تبعه بيكون يعني مش عادي يمكن اقل من العادي مم. فما هو الذي ليك يا بطرس اللي راح تعطيه لهذا الشخص اقول لك شيء اللي بخليني غني مش المال مش المقتنيات اللي بخليني غني مش المركز الاجتماعي اللي بيعطيني الغنى هو ملء الروح القدس لما الرب حط مسحته على على يشوع قال له بستخدمك كرجل واحد كلكم كل الجيش اللي معك بستخدمك كرجل واحد لما قال ارميا قال له اسمع شوف كل الناس اللي حواليك يحاربونك ولكن لا يقدرون معك. عليك لاني انا, أنا معك معك دانيال في جب الاسود لما تحدى الملك ونزل نزلوا لجب الاسود وثاني يوم الصبح نزل الملك ينادي علي دانيال بصوت اسيف كان يفتكر انه دانيال نهشت لحم الهسود لكن تعرف لانه الرب معه الفتي الابرار الثلاثه كان ماشي معهم مين الرابع الشبيه, الشبيه, بابن اللي النال هو مين الرب يسوع, يسوع. ما دام الرب معنا فمن علينا مين يقدر علينا لما الرب يكون واقف معنا فهذا الشخص كان اعرج لانه كان يفتقر إلى حضور الله في حياته أنا متأكد أنه لو كان هذا الشخص مؤمن لو كان في روح الله لو كان ممتلئ من الروح القدس ما, ما سمحش لنفسه أنه يضل قاعد عند باب الهيكل كان دخل للهيكل في الداخل وصلى تعرف لو أنه تعود عادة الصلاة لو تعود يدخل للهيكل ويصلي كان من زمان شفي لكن كان شخص فاشل يائس من الحياه لكن الرب ما تركوش بعت له بطرس ويوحنا فلاحظهما منتظرا ان ياخذ منهما شيئا فقال بطرس ليس لي فضه ولا ذهب ولكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي وامشي هذه الكلمه اللي امرها بطرس بنسميها كلمه ايمان قم وامشي ريما وورد كلمه الريما ريما اللي فيها الروح هلا بيقولنا الكتاب ارسل كلمته فشفاهم فشفاهم الموضوع مش مش امر من بطرس لا الموضوع انه الروح القدس تكلم من خلال بطرس لكي يقيم هذه النفس المقعده من اكثر من أربعين سنه قم وامشي طب شو اللي عند بطرس كان عنده اسم الرب يسوع المسيح. عنده سلطان اسم الرب يسوع المسيح في حنا 1-12 بيقول واما جميع الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا, أن يصيروا أولاد, الله, الله أي المؤمنين باسمه فهون في شغلتين اشتغلوا مع بعض أول شيء السلطان الشيء الثاني موهبة كلام الإيمان قم امشي ما صلى لأجل شفائه ما صلى لأجل عضلات اللي برجلي ما صلى لأجل العظم يمكن المركب غلط أو من الخليقة تكون غلط لكن صلى قال له بسلطان بسلطان وبإيمان مو... بإيمان قم وامشي امشي الرب يسوع عمل نفس الشيء مع المفلوج قال له قم احمل سريرك وامشي, وامشي. هاي موهبة الإيمان مارس موهبة الإيمان بطرس هون وأمسكه بيده اليمنى وأقامه الحال ففي الحال تشددت رجلاه وكعبه, وكعبة. ووثب ووقف وصار يمشي ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله يا يسوع يعني أربعين سنة وانت قاعد عند الباب الهيكل ما دخلتش مم. هلا دخلت يمكن لما دخل الهيكل بعد ما شفي طلع ولا شاف ولا جمال الهيكل وشاف حضور الله في الهيكل طب انت كنت محروم منه أربعين سنة وانت محروم من حضور الله لما الرب دخل إلى حياتك هللويا وراح تضلك محروم وراح تضلك مفلوج ما دمت قاعد برا عند الباب الرب يريد منك ان تدخل الى عمق الشركه معه هي مشيئه الله لحياتك عارف اساسا صام اكتر حاجه يعني يعني نفسي ان احنا نختبرها بطرس لما يقول الذي لي الذي لي عارف يعني بيقول له انت متخيل احنا معانا فضه وذهب انا معيش فضه وذهب لكن الكتاب يقول كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء أمين. افتكرت رب يسوع لما كان بيتكلم عن مال الظلم قال إذا ما كنتش تكونوا أمنا في مال أمين. الظلم فمن يأتمنكم على الحق مال الظلم ده مش بتاعي لكن الحق ده بتاعي لما يكون ليا الحق يكون ليا الله ابقى عارفه ان الله الذي اعبده بروحي أمين. لما يكون اله يعقوب اله ابراهيم أمين. اله شدرخ وميشخ وعبد نيغو. أمين. اله دانيال لما يكون اقدر اقول ان الله ده بتاعي الهي انا الذي اعبده والذي انا له هو وقف يعني لما بيكون الله ملكنا حقيقي, حقيقي. وانا ممتلك وممتلئ من هذا الايمان ان الله ده بتاعي ساعتها بكون لي سلطان اني اطلق روح الله. الله وعمله في حياه المحيطين اشتياق قلب الله الان انه يستخدمنا في المواهب الله أمين. يريد امين احبائنا المشاهدين هناخد فاصل قصير ونرجع نكمل الحلقه خليكم معانا احبائنا المشاهدين اهلا بكم بعد الفاصل علشان نكمل اصحاح الثالث من سفر اعمال الرسول اسيس عصام شفنا المعجزه بتاعه اقامه الاعرج من بطن امه عايزين يعني فعلا الحته اللي لفتت نظري انه امتلأوا دهشة وحيرة الناس تبص حواليهم كده يقولوا يعني ازاي طب يعني واشرحوا لنا طب لنا يعني بي... فعلا الانسان الطبيعي <applause> لا يقبل ما لروح الله لا, لا. ما يقدرش ان انا افسر الامور الروحية بامور <applause> آه مادية ده. المعجزات اللي الله بيعملها عقل الانسان لا يستوعبها وهذا الشيء اللي رب يريدنا ان نشترك فيه عن طريق الروح القدس، يعني هالمعجزات هي بتتم عن طريق ملء الروح القدس، شخص مش مملوء من الروح القدس ما يقدرش يعمل اللي عمله بطرس، ما يقدرش. ليه؟ لانه هذا يتطلب موهبه ايمان. ملء الروح القدس مربوط مع موهبه حلو الايمان، بعدين مسك في ايده وشاله، فالكل اندهشوا، طب احنا عارفينه، له اكثر من أربعين سنه وهو قاعد، احنا حافظين وجهه احنا مم. كل مره ندخل هيكل بصير يطلع فينا عم بحاول يشحد منا واحنا مش قدرتنا نعطيه فاحنا حافظين شكله ومرات كثير ندخل هيكل ونتحاشى نطلع عليه حتى حتى ما يسترقش قلوبنا حتى نقدم له لكن هلا بنشوفه عماله بيمشي وبيطفر وبيرنم فرح شيء غير عادي عم بيحصل فشوف هلا بطرس بيحصل شيء رائع مع بطرس بينما كان الرجل الاعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا تراكض اليهم جميع الشعب الى الرواق الذي قال له رواق سليمان وهم مندهشون فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال الاسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون الينا كاننا بتقوانا بقوتنا او بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. يعني انتم فاكرين انه انا بقوتي وعضلاتي مش انا هذا بحد ذاته يمكن محتاج نوقف عنده يمكن كم ساعة بس نتأمل في الموضوع يعني لا لا بتقوانا ولا لا بقوتنا ولا بتقوانا هذا بدل على شيء في حياة بطرس بطرس مش ما بحاولش ياخذ المجد لنفسه بطرس في استمرار لما يدفع إليه المجد ياخذ المجد ويقدمه لمين للرب. للرب الموضوع لا بقدرتنا ولا, ولا بقوتنا ولا بتقوانا بالضبط بالضبط لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروح قال رب الجنود برجع بقولهم بعد 12 إن, إن إله إبراهيم, إسحاق يعقوب ما هم يهود لازم, لازم, لازم يحكي معهم بلغتهم فهون أتكلم بلغتكم بلغتهم إله أبأنا مجد فتاه يسوع هللويا هللويا وعدد 14 شو شو بقول لهم هل انتم مبسوطين على حالكم انه شفتوه تشجعتوا انه هذا هو الايمان هذا اللي بنبحث عنه فهم بقولهم ولكنكم انتم أَكَرْتُمْ القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل باراباس انتم فضلتوا يسوع على باراباس خذوا باراباس مبروك عليكم باراباس الرب ما بيفرض نفسه على انسان بيرفضه روح الله في تعبير في الانجليزي بيقول لك يعني بالفعل يعني بالفعل حساس جدا جدا لما يشبه بالحمامه بالفعل روح الله حساس يعني في أشياء بقول لت يعني ولكنهم احزنوا روح قدسه فتحول لهم عدو. عدوا روح الله حساس جدا، اذا انت مش فاهم اي شيء عن روح الله لا 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 تجدف على روح الله، لا تتكلمش اي كلام على روح الله، لانه في اللحظه اللي فيها انت بتحزن روح الله يتحول روح الله وبيصبح عدو لك. يعني تصور قد هو حنون، قد رائع، قد حساس، قد ايه بحب، قد بيستخدم قد بيعطي فرح وسلام بس بنفس الوقت روح الله بيحزن لما احنا بتحول بصير عدو إلنا لما نحن نحزنه في أي وضع من الأوضاع إذا مش فاهم شيء عن روح الله ما تقولش أي شيء غلط عليه ما تقولش أي شيء سلبي احفظ فمك صلي حتى الرب يعطيك كمامة لفمك لما يوصل الموضوع على روح الله إذا في عمق من أعماق روح الله أنت مش فاهمه ما, ما تقولش كلام سلبي عليه يعني في أحد رجال الله سئل عن موضوع روحي عن شيء بسيط مثلا اللي هو لما بتصلي مع ناس وناس تقع على الأرض رفض أنه يعلق على هذا الموضوع قال أنا في عالم يعني في, في الإيمان المسيحي في عالم الروح في أبعاد أنا لسه ما وصلتها فأنا ما أقدرش أعترض أو أتكلم في شيء أنا لسه ما اختبرته فمن الافضل ان نتحفظ عن شيء احنا لسه ما اختبرناه من انه نحن نتكلم بشيء سلبي على روح الله ويتحول روح الله يصير عدو إلنا فهون بقولهم بولس الرسول بطرس الرسول بقولهم انتم انكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل, رجل قاتل ورئيس الحياه قتلتموه ونحن شهود لذلك لكن منشوف اللي آه وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه, وتعرفونه والايمان الذي بواسطته اعطى هذه الصحه امام جميعكم عدد 19 شوف شو بقولهم بقولهم فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من الرب شوف الرب كيف بيتكلم شوف روح الله كيف بتكلم يعني بحس روح الله بينبض بذكرنا في كل ايه معظم الايات في السفر العمارة الرسول لنا انا حاضر انا بتكلم انا بتحرك عايزك تنتبه لعملي وتنتبه للطريقه والاسلوب اللي انا بعمل من خلاله انتبه كيف بتعامل مع الناس انتبه كيف بتعامل مع الناس اللي بت 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 بترفضني الناس اللي بتقاومني نبض عم بينبض روح الله وزين المعجزات كمان بتكون سبب يرجع المجد للرب أيوة. يعني بطرس استخدم المعجزه دي يمكن كانت زي السناره اللي شدت انتباه الناس يمكن الناس الهيكل مليان ناس يمكن كانوا ممكن يخشوا يسمعوا كلمتين ويطلعوا زي ما دخلوا لكن المعجزه لما حصلت يعني الكتاب يقول كان الرب يؤيد الكلمة بالايات التابعة. التابعه لما بيحصل ايات تابعه بيحصل معجزات بتكون سبب مجد للرب بتكون سبب ان الناس تعرف <applause> الحق يعني يمكن بول يعني بطرس ما كانش يقدر يقف وسط الهيكل ويكلم الناس دي كلها لكن هم بسبب المعجزه كان شبكه فتح الباب لش... شبكه للبشارة. ومجد الرب وابتدى من المعجزه يكلمهم عن الحق الكتابي اللي يخلصهم ويدعوهم للتوبه <applause> ويأمنوا وان الرب يسوع نفسه هو ده اللي عمل معجزه، إله ابائنا مجد فتاه يسوع ده اللي أنتوا اسلمتوه وقادهم للصليب وقادهم للتوبه يعني بنشوف إن الـ الـ إحنا محتاجين لغاية النهاردة لآيات وعجائب تجرى على أيدينا أم. لآيات وعجائب تجرى على أيدي كل مؤمنين في الكنيسة في كنيسة الله الحية عروسته جسده اللي على الأرض انه الرب عايز يتمجد من خلالنا، الرب عايز يتمجد في هذا الزمن اللي بنعيش فيه، يمكن لو رحنا نكلم الناس بعقائد وافكار فقط يمكن يناقشونا، لكن لما يكتب يقول برهان الروح والقوه، ما يقدرش حد يقاوم عمل الروح القدس الحقيقي اللي الناس كلها شايفاه، 41 سنه قاعد على الهيكل، ما حدش قدر يعمل له حاجه لغايه ما جه بطرس ويوحنا واقاموه باسم الرب يسوع امين حتى هارون لما اولاده الاثنين عملوا غلطه كبيره ورب ضربهم واثنيناتهم ماتوا سكت ما قدرش يقول اي كلمه ليه؟ مم. لانه الغلط كان منه لما الرب يعمل شيء ما نقدرش ن... ما نقدرش نتكلم ما نقدرش نعترض لان هذا العمل عمل الله امين فبنشوف في في عدد 25 بول انتم ابناء الانبياء والعهد الذي عاهد به الله اباءنا قائلا لابراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض اليكم اولا اذ اقام الله فتاه يسوع ارسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره انت عارفه يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره يعني بمعنى اخر لما الرب يردك عن الخطيه لما ترجع انت على الخط عن الخطيه لما تتوب وترجع للرب هذا بيكون سبب بركه في حياتك يعني لما الرب يغير حياتك عمر الرب ما غير حياه انسان للاسوا مستحيل الرب دائما بيغير حياتك دائما للافضل عدو النفوس عدو الخير الشيطان وكل الأرواح اللي بتشتغل معه لما بيبدأ يشتغل في حياتك ولا يمكن يغير حياتك للأفضل تعرف حتى لو أعطاك فلوس ما بيعطيك فلوس لأنه بحبك ولا بيعطيك فلوس لأنه عايز يباركك لكن بيعطيك فلوس حتى يبعدك عن الرب بيعطيك فلوس حتى يخليك تحب الفلوس أكثر وتبعد عن الرب فمستحيل عدو النفوس يحبك أو يحب مصلحتك أو يرد لك الخير فبيبدا يدمر في حياتك ويقتلك لانه هو قتال منذ البدء الكتاب يعلمنا، كذاب وابو الكذاب، وفي هذه الايام يعني بشوف الشيطان بيضحك على نفوس كثيره وبقولهم انه الله مش مهتم فيك وبحاول يحط أصابع الاتهام على الله، بينما اصبع الاتهام ينبغي ان يكون باستمرار على الشيطان. في اللحظة اللي فيها بتبدأ تتهم الله بأمور أنت ما بتحبنيش أنت ما بتهتمش فيه أنت ما بتسمعش صلاتي هذا الأصبع اللي أنت بتشاور فيه على الله هذا أصبع مش من الرب هذا أصبع الشيطان اللي بيشاور فيه على الرب لما اشتكى على أيوب شاء للرب قال له أليس لأنك سجاشت حوله وحول بيته وحول كل, كل, كل ما له. من كل ناحية. ناحية يعني حاول يشتكي على أيوب أيوه. هو المشتكي على الأخوة فدائما بيشتكي على الله، على اولاد الله، على عمل الله، لكن في هذه الحادثه بالذات شوف كيف روح الله بيشتغل من خلال بطرس، واعطى بطرس لسان، شوف مروع الوعظ يعني الكلام اللي قاله، في البدايه قال لهم انتم اللي صلبتوه وانتم وانتم وانتم، لكن بنهايه الاصحاح بنشوف بقولهم لهم ارسل لكي يبارككم برد كل كل واحد منكم عن شرور عن شرور تصور اللي كان ياخذ مخدرات بطل ياخذ مخدرات، طب الفلوس اللي بيصرفها على المخدرات يصرفها على زوجته واولاده. اللي كان يدخن بطل يدخن، الفلوس اللي بيصرفها على التدخين يصرفها على بيتك. والصحه اللي بتتدمر والبيوت اللي بتتخرب وكل آه. يعني الله دائما بحول اللعنه الى بركه، مش بحول البركه الى لعنه. الله يريد ان يبارك حياتك ويبارك بيتك ويبارك عائلتك ويبارك اولادك ويجعل منك بركه زي ما بارك ابراهيم يريد ان يباركك الله امين الحقيقه يعني انا زي ما حضرتك قلت بكنت الوعظة بنبرة جامدة يعني لازم لازم فعلا نواجه الإنسان بحقيقته أن الكتاب يقول ليس من يفهم ليس من يطلب الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد مهم جدا أن أنا أدرك أن أنا محتاج أن أنا هالك أن أنا خاطي أن أنا مصيري جهنم النار الأبدية لازم أعرف كده علشان آجي لكن ربنا مش عايز بس يخوفنا ويرعبنا لكن عايز يباركنا هو ينتظر ليباركنا النهارده واحنا بنشوف ازاي الرب ابتدى في اعمال الرسل وعايز يكمل بينا احنا كنيسته اللي على الارض الكلام ده مش بس للرسل اللي كانوا موجودين في ساعتها لكن لكل واحد الرب يسوع لما صلى في يوحنا 17 قال لست اسال من اجلهم أجل هؤلاء فقط من اجل الذين يؤمنون بي بكلامهم وانا بقول النهارده بقول لك انه فعلا الوعد ده ليك انت ولاولادك وربنا عايز يباركك بنشكركم على استماعكم للحلقه دي بشكرك جدا يا استاذ عصام. هللويا مبارك. نتمنى ان انتم تراسلونا على البريد الالكتروني نتمنى ان احنا فعلا نسمع منكم اختبارات حقيقيه مجد جديد في حياتكم الى اللقاء وحلقه جديده من برنامج نبض الروح.